بعد سابق وليد عن موضوع ان الاعلامي لما يقول لك استنى غلطه اللاعب يقول هذول هم اصحاب الملايين. ممكن احنا كلعيبه ما تاثر لما يقول لي اعلامي او كاتب او ناقد رياضي على اللعيبه والله هذا هم اللي ماخذين ملايين. بس الشيء اللي يحز بانفسنا احنا كلعيبه ومشاركين لما تجي من لاعب سابق وعاش شو حياه اللاعب وشو الظروف اللي يمر فيها. صح. داخل الملعب برا الملعب عائليه سواء داخل النادي أو ظروف كثيره. انت حسيت بوضع اللاعب كلاعب وتجي تنتقد تقول لعيبه خذوا ما حد ياخذ زمانه زمان غيره. كل جيل وكل مرحله بيجي لهم لهم وضعهم زي الحين احنا كجيلنا خلاص عدى علينا. شوف الجيل الحالي دعم لا محدود من معالي المستشار من الامير محمد بن سلمان الله يطول عمره ولي العهد. يعني شيء لاقين اللعيبه الله يوفقهم هذا رزقهم ونتمنى انهم يعني يردون الشيء اللي قاعدين ياخذونه في الفتره الحاليه داخل الملعب. بس كمان لا نتكلم في الامور الماليه كمان يعني انت بعد على اللعيبه الماليه انا ما الومهم خذوا راحتكم ما يخالف هذا كمان شغلكم. بعد الطرح الاعلامي